ان الدكتور محمد مرسي اتشتم. محمد مرسي ده العبيط الاهبل ده بيعيط. الاخوان المسلمين فصيل وطني زي ما قلت مفيش شك. حضرتك مشروعك الاسلامي الفاشل اللي محدش جرؤ يرد عليا وانا بقول لرجاله مرسي بيروحوا لبنان بعاره. حياتك قلت لان مؤهلي وشخصيتي لا تحتمل ان اكون رئيس جمهوريه. لا مش كلام ده, مش من حقي ارشح نفسي لان انا شايف ان انا مؤهلي واخد بالك وشخصيتي لا تحتمل ان انا اكون رئيس جمهوريه. انت قلت انا واحد عصبي ولو اتعصبت حرك قوات. لا مش لا لا ده عمرو ليس هو اللي قال تتحرك القوات. انا اخي راجل عصبي, لو واحد مثلا شتمني ما انا بقول لك هو لو واحد شتمني في الجورنال هحرك القوات. انا تتقدم. انت قلت انا راجل عصبي لو واحد شتمني في جورنال هحرك قوات. انا شفتها بعيني. انا شتمني في الجورنال صدقني شفتها موجود على اليوتيوب حوار واحد من الناس. يعني لو واحد شتمني في الجورنال هحرك القوات. رضاك طلبت الطلاق ليه علاء؟ انت وابوك وامك وعيلتك. انا متفق. يا يا اللي بصت يا لفساك وقليل الأدب لأمك اللي هتضرب بالشبشب يعيبني الكلب يا جزمة يا محق. رئيس جمهورية مصر قاعد مع صيع وإحنا اللي بنتعب طلع تلعبونا. مش ده يعتبر شو إعلامي؟ شو إعلامي ليه أنا؟ أكيد يعني أمي حضرتك وشو إعلامي؟